شروق، تحية لك. وهذا الاجتماع الذي التأم بالأمس ما بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي وما بين المكون العسكري، المكون العسكري يمثله شمس الدين كباشي، بينما قوى الحرية والتغيير من المكتب التنفيذي طه عثمان. هذه الاجتماعات، كان الاجتماع الأول قد تم قبل 10 أيام بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا المملكة العربية السعودية عبر سفارتيهما بالخرطوم، وهي قد أفلحت أيضا في أن يكون اللقاء الثاني أيضا الذي التأم عشية الأمس، ولما يعني تصدر أي نتائج عن هذا اللقاء الذي تم بين المكون العسكري وبين ممثل المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي قالت إنها قدمت رؤية في لقائها الأول للمكون العسكري، وهو يعني إنهاء ما تم في 25 أكتوبر الماضي وما ترتب عليه، وأيضا يعني تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية كاملة، وأيضا يعني إبعاد المكون العسكري عن الواقع السياسي أو المشهد السياسي. وأيضا تقول الحرية والتغيير المجلس المركزي في رؤيتها إن يعني المناخ غير موات بعد لخوض عملية الحوار، إذ إن يعني بالرغم من رفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد إلا أن المظاهرات السلمية التي تخرج ما بين اليوم واليوم الثاني تقابل بعنف مفرط بحسب بيان قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأن هنالك ما يزال من هنالك في المعتقلات بالرغم من إطلاق سراح المعتقلين وفقا لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وفي المرسوم الذي دفع به قبل فترة. إذن قوى الحرية والتغيير، شكرا جزيلا لك طارق بابكر مراسلنا من الخرطوم.